In 1948, more than three quarters of Jerusalem was seized by Israel. In 1967, the rest of the city came under occupation. Since then, the Palestinian population of Jerusalem has quadrupled to over 300,000. But the municipality has only allocated 9% of East Jerusalem for Palestinian construction. إجمالا الجميع بجرب بداية إنه يرخص لكن بصطدم بإحدى العراقيل اللي ما بيقدر يتعداها. البلدية مش معترفة في ملكيته، والداخلية مش موافقة على تنظيم أرضه، ومن جهة ثالثة في عنده الحاجة لإيجاد المأوى، فراح يضطر من دون أدنى شك إنه يقوم ببناء بيته بشكل مخالف من دون ترخيص. قالوا لنا حطوا مساح، حطينا مساح، مهندس حطينا مهندس، حطينا محامي، بتسوي كل هالمعاملات وهن عارفين من بحد ذاته انه مش راح يعطيك رخصه، فانت بتدخل في الصراع مع البلديه. هني هون وانا عمالي بهد في البيت لانه اخذنا امر محكمه لازم ننفذه. هذا البيت هون محل ما اقول لك كانت غرفه البنات. هذا البيت من المدخل الرئيسي كان هون عندي، هون كان غرفه الصالون، هون كان عندي حمام، جوا كان عندي المطبخ، وهون كانت في غرفه الاولاد. لما هديت الدار خليت عندي السور ارتفاع متر حمايه للاولاد، و يعني هلا بنشوف شايفه عندي المسافه عاليه يعني من هون لحد الحاره فوق 6-7 متر. وقرار القاضي انه اهد كل هذا السور اللي بيجي دائما يدور الدار عندي.